مساء الخير والفل والسعادة على كل هو وكل هنا بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من أيامنا من هو هنا على شاشة قناة المحور. عندنا حاجات كتير جدا وحاجات كلها أمل وتفاؤل وحاجات حلوة هنقولها لحضراتكم، لكن في البداية خلوني أرحب بدمزي. يا دمزي أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. وأنا أكيد برحب بكل اللي بيشوفونا دلوقتي على شاشة قناة المحور، وحلقة كلها أمل وتفاؤل. الألوان اللي أنت لابساها الألوان، ما هو والله بصي لايقة برضو لايقة. أيوة. يعني حلقتنا النهاردة إحنا مسمينها أو مديها عنوان الأمل. الأمل مهم جدا أن يبقى عند الواحد، والتفاؤل، لأن صدقوني من غير الأمل ومن غير التفاؤل الحياة تحس الواحد هيجيله اكتئاب ويدخل كده في مود مش لطيف. فحلقتنا النهاردة كلها عن الأمل، وأعتقد أن احنا من غير الأمل ده ما نقدرش نعيش فيه. كده كان محمد منير يقولك لو بطلنا نحلم نموت. صح. الحلم على فكرة هو زي الأمل، يعني أن انت تقعدي يبقى عندك أمل في الحياة وعندك أهداف تحققيها. طبعا هو ده اللي انت عايش عشان، وأصلا انت غير كده هنعمل ايه في حياتنا؟ بشوف الأمل شيء مهم جدا. معايا فقرة مهمة جدا جدا النهاردة، هيكون معايا دكتور هايدي سليمان. دكتورة كان عندها مرض، الدكتور حقيقة قال لها قدامك 3 شهور وخلاص كده هتموتي. هي ما صدقتش الدكتور وقعدت تسمع لدكاترة تانيين نفسيين، عرفت انه ممكن بالعامل النفسي اللي هو الأمل اللي عندها ان هي لسه عايزة تعيش وعايزة تكمل ممكن تتغلب على المرض. وهايدي اتغلبت على المرض، ويمكن عدى ما شاء الله سنين كتير ولسه يعني بالأمل ممكن نغير حياتنا تماما. خليني أقول لك مهمة جدا 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 جدا، يعني بجد أكيد هتبقى فقرة لطيفة. لأن أنا بحب نوعية الفقرات دي، إن حد يبقى عنده قصة وكمان كان فاقد الأمل ولا وفجأة هو الأمل اتجدد من جديد. لا ودكتور هايدي كمان يعني درست ده وابتدت تعلمه الناس تانية علشان يعني تنشر العلم ده حواليها. الله. لا فقرة أكيد هتبقى لطيفة جدا. معنا فقرة تانية، وزي ما يمكن ديما قالت إن دكتور هايدي استعانت بأخصائيين نفسيين علشان يدوها أمل، أو يعني زي ما بنقول يجددوا الأمل عندها. والأمل زي ما قلنا مهم جدا، تحديدا يا ديما لما لا قدر الله حد عنده مرض مثلا من الأمراض المستعصية، بيقولك جزء كبير جدا من العلاج ان انت يبقى عندك امل، ان انت يبقى حالتك النفسيه تبقي ايجابيه، بس تبقى مصدق ان هو ده فعلا العلاج بالظبط، ما نقعدش نمثل. لكن عشان كده زي ما انت قلتي ان دكتور هايدي استعانت بدكتور او باخصائي نفسي، مهم جدا ان احنا يكون معانا كمان فقره مع دكتور هدى مصطفى اخصائي نفسي وتعديل السلوك. هنتكلم معاها هل الامل ده ان احنا ممكن نكتسبه ولا لا، هو الانسان بطبيعته عنده امل. طب لو واحد فاقد زي ما بنقول فاقد الشغف هو فاقد الامل، طب هل ممكن الامل ده ان احنا لا زي ما بنقول يعني لو هو مرض او حاجه نقدر نكتسب ده او ان احنا نشتغل على نفسنا لغايه لما يبقى عندنا امل؟ دي فقره برضو اعتقد هتكون مهمه جدا، وان انا اقدر ازاي اقدر اتغلب على نفسي لو انا لا قدر الله عندي مرض او عندي حاجه لادي لنفسي كمان امل. معانا طبعا فقره المطبخ، فقره المطبخ. خلونا كده برضو قبل ما نطلع فاصل عايزة أقول لكم خبر جديد معانا من وزارة التضامن الاجتماعي اللي أطلقت حملة بعنوان من بدري أمان. الحملة دي هدفها هو الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة، وهو ده الأمل اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. يعني دايما كده وزارة التضامن بتعمل حملات ومبادرات كتيرة قوي عشان نحاول نوعي الناس بضرورة الكشف المبكر. حملة ومبادرة مهمة جدا جدا. وبس كده خلونا نبتدي. انا عايزه اقول حاجه بس بس في فقره كده مهمه جدا عايزاهم عايزاكم تستنوها، هي فقره المطبخ. فقره المطبخ النهارده هتكون فقره مش عاديه، متعودين معانا نجيب فود بلوجر شيف، لا النهارده هيكون معانا الفنانه بسنت النبراوي في المطبخ، وهنتكلم بقى عن حاجات كتير جدا. الله. طلعينا فاصل احنا النهارده كلها فعلا في حلقه كلها امل. طيب خلينا نطلع فاصل عشان نرجع نبتدي اولى فقراتنا. فهو هنا خليني أقول لحضراتكم أن كل يوم جديد هو بداية جديدة وفرصة جديدة لحياة أحسن وأفضل، وأعتقد أن هي دي الطاقة اللي إحنا كلنا لازم نبدأ بيها يومنا. لأن للأسف إحنا أول ما بنفتح عينينا بنروح ماسكين الموبايل ونبص على السوشيال ميديا، مع الأسف مع الألم أن إحنا بنلاقي كم طاقات سلبية غير طبيعية منتشرة يا ديما على السوشيال ميديا. فلازم لازم لازم أن إحنا نبدأ يومنا بحاجة لطيفة، بخبر لطيف، زي ما احنا كده والله بنعمل محاضراتكم. يعني
يعني النهارده احنا قررنا نعمل لكم فقره مهمه جدا عن الامل، هنعرف ازاي نخلي عندنا امل ونحافظ عليه مع دكتور هدى مصطفى اخصائي نفسي وتعديل سلوك. مرحبا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورانا يا دكتور فوهان. متشكره جدا. الموضوع حلقتنا النهارده الامل، يعني وسط زي ما نرمين قالت كده السوشيال ميديا وكم الطاقه السلبيه اللي بنلاقيها، مش بس على فكره السوشيال ميديا، اعتقد الناس كمان كلها ضغوطات، فكلنا بنصدر لبعض الطاقه السلبيه. أيوة. دي وموضوع مهم جدا. ازاي تبتدي اليوم بتاعك؟ يعني احنا هنتكلم زي ما يكون عندنا سما، السما بالليل بتبقى مغيمه وضلمه قوي، لما بتلاقي فيها نجمه بتحس ان ايه، الله ده الدنيا هتنور اهي، في بصيص من الامل ساعه الفجر، ساعه الضوء اللي بيطلع بتاع الشمس ده وهي لسه بتطلع، بتحس ان السما اتغير اللون بتاعها، ده الامل. اوكي. دلوقتي احنا عندنا ضغوطات نفسيه كتير جدا في الحياه. مظبوط. يعني اللي عنده اطفال ومدارس، وحتى في الاجازه انا مش عارف اعمل ايه في الاطفال بتوعي لان انا عندي شغل وهم هقدر اخلي بالي منهم ازاي. لا وبعدين دكتور هنتكلم في حاجه تانية بقى. يعني احنا بناخدها كده مثلا من رمضان، نخلص رمضان داخلين على العيد الصغير، ونخلص العيد الصغير ندخل على الصيف فالناس شايله هموم الحاجات دي، انه طب هو حضرتك عارفه كتيرة. الامل اساسا بيجي منين؟ يعني هو مش هيجي من اللي حواليكي، هو بيجي من جواكي. مني انا؟ يعني انت بتخلقيه من جواكي. تمام. لو انت مؤمنه ان في حاجه اسمها امل، يبقى هتعيشي وهتحسي ان الحياه حلوه، وايه الناس الغريبه دي اللي عماله تقول ان في ضغوطات نفسيه، وفي ما احنا كلنا عايشين في الحياه وكلنا هنكمل الحياه، وكل واحد بيبقى عنده ازمه بيعديها. بيعديها ازاي؟ هو اللي بيخرج الامل من جوه نفسه. صح. هو اللي بيحاول يخلق جو حواليه، زي ما حضرتك ما بتقولي كده، اما اصحى الصبح ابص على السوشيال ميديا، لو انا صاحي وبشوش كده ومبتسم هلاقي السوشيال ميديا الطاقه اللي حواليا جابت لي على السوشيال ميديا كل الحاجات الايجابيه اللي بتبسطني، لان انا صاحي اساسا مبسوطه. صاحي عندي طاقه ايجابيه. لو انا عملت الصبح كده تمارين تامل، هبتدي اقعد في الصرخاء ولو حتى لمده 5 دقائق، ابتدي اتذكر الحاجات الجميله اللي مرت عليا، مش لازم من وقت طويل، خلال مثلا اليوم اللي فات، الحاجات الايجابيه بس، وابتدي اتامل فيها جت ازاي. طب انا ازاي عديت بالحاجه الجميله دي امبارح، ابتدي ارتب عليها الموضوع ده. هيديكي افكر زي ما بنقول في نص الكوبايه المليان، ما ابصش لنص الكوبايه الفاضي، يعني اشوف الحاجات الحلوه اللي في حياتي. يعني انا والله دايما، انا حتى دايما اقول لابني كده، اقول له بص قول الحمد لله ان انت عندك 4 حيطان، قول الحمد لله ان انت صاحي تاني يوم وبصحه كويسه وان انت كويس. يعني اي حاجه، النفس اللي خارج ده، والله والله ما كلام تلفزيون بجد، الواحد يقول الحمد لله. عندنا ضغوطات، عندنا ضغوطات، عندنا صوت، عندنا صوت، عندنا حاجات كتير جدا. ما احنا لو اتكلمنا على الضغوطات النفسيه دي هنقول هي عباره عن ايه. هي بتديكي شعور بالتوتر والاضطراب والخوف والالم، واحيانا بيوصلك لحاله من الاكتئاب، لا اما اكتئاب مؤقت لا اما اكتئاب مزمن. وهنا بقى يبقى في هنقف وقفه بقى، لان انا اللي وصلت نفسي لكده. صح. ان انا امنت ان في خوف، امنت ان في قلق، امنت ان في توتر في الحياه، وانا واقف معزول مش قادر ان انا اتخطى الخطوه دي، اخد خطوه لقدام. فانا بعمل ايه؟ اوصل لاكتئاب مؤقت، ما اسيبش نفسي اوصل لاكتئاب مؤقت ده، لان هو الاكتئاب المؤقت هيقعد 2 معاكي، بعد الاسبوعين بقت حاله مرضيه لازم يشوف طبيب. هو الامل اختيار والاكتئاب اختيار، يعني كله باختيارنا. بالظبط. هل قانون الجاذبيه او لوف اتراكشن ليه علاقه شويه بالكلام ده؟ اكيد طبعا. انت بتحركي نفسك بالطاقات اللي حواليكي. يعني انا، انت صحيتي الصبح مثلا من النوم لسه زي ما كنت بقول، شفتي شريك حياتك لو او مامتك وباباكي في البيت، قلتي صباح الخير، الله انا صاحيه مبسوطه، انا خدت كفايتي من النوم ومبتسمه، اولا هتطفو السعاده على المحيط بتاعك كله. وانت بقى خارجه رايحه لشغلك، انت اصلا اخدتي عملتي جو وطاقه حلو قوي في البيت، وانت خارجه هتلاقي كل الحاجات اللي قدامك بتاهلك ان انت اليوم بتاعي النهارده سعيد. هتلاقي حتى اليوفط اللي في الشارع هتبقى مستغربه، الله هو مالها مديه سعاده كده ليه؟ ده في حفله في الحته الفلانيه، دي الله دي انا بحبها المطربه دي كده. هتلاقي كل الجو حواليكي اداكي طاقه ايجابيه. في كتاب طبعا اسمه ذا سيكريت، كل الناس طبعا عارفاه، بيتكلم عن قانون الجاذبيه. الكتاب ده انا قريته من سنه، والله من ساعه ما قريته انا كل حاجه، نظرتي لكل حاجه في حياتي اتغيرت. انت عارفه تماماً. انت ممكن تغيري نفسك من الطاقه السلبيه قوي دي اللي انت معاكي بايه؟ ان انت لو جبتي طفل صغير او انت دمجتي نفسك مع مجموعه اطفال بيحولوا الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه في لحظتها. في نفس اللحظه. يعني هتلاقي نفسك ايه، كل واحد مننا جواه طفل. بس انا حاسه ان انا كبيره، فانا لا مش هطلع الطفل بتاعي في اي وقت. عشان كل واحد اعتقد يا دكتور بيستمد الامل من حد معين او من شخص معين. بالزبط. عشان كده احنا برضو كاميرا هو هنا نزلت الشارع وسالت الناس في الشارع مين الشخص اللي انت بتستمد منه الحياه او الامل. تعالوا نشوف البابس ونرجع تاني. تعالوا نشوفه يلا.
بتديك طاقه ايجابيه في حياتك؟ امي. ازاي بقى؟ هي يعني هي اللي بتدعي له وكده قبل ما اخرج وكده. بابا وماما. ممكن اهلي في البيت، ممكن ناس معينه من صحابي. المدام هي اللي بتديني باور والحمد لله رب العالمين، الامور كلها كويسه. صاحبتي، يعني بحس ان انا بتكلم معاها باخد دعم نفسي فظيع. واحد صاحبي اسمه بلال، كل يوم الصبح بيقول لي يلا روح الشغل ومش عارف ايه وبتاع، فبيشدني ناحيه الشغل وكده. من مامتي بصراحه، اللي هو مش بتعقد زي في امهات بتعقد عشان دي احسن من حد وده احسن من حد، لا انا في حالي وفي بنتها وخلاص هتركز عليه. صاحبتي ومامت صاحبتي بيقولوا لي كلام بيخليني واثقه في نفسي وبصراحه بيدعموني في كذا حاجه. يعني مين الشخص اللي بيديك طاقه ايجابيه في حياتك؟ اه. ازاي بقى بيديلك ازاي؟ مجرد ان انا اكلمه بس، مش محتاج حاجه اكتر من كده. وانت مروان؟ انا برضو يعني صحبيته هي اللي بتديني طاقه ايجابيه. ازاي بقى؟ يعني بنقعد نكلم بعض كل يوم، يعني بنحاول نطور من بعض اكتر، نحاول ان احنا نركز على نقط ممكن ننميها في يوم من الايام ونبقى حاجه احسن بكتير. ندى صاحبتي جاده شويه في الحاجات دي وبتتكلم بجد، ولا بتقول حاجات حلوه يعني. اه مود اخويا. ادالك ازاي؟ بيشجعني على كل حاجه. الشخص اللي ممكن يديك طاقه ايجابيه في حياتك هو شخص مؤثر عليك، ايا يكن هو صديق اب اخ كده. يعني الحاجه اللي ممكن تديك طاقه ايجابيه في حياتك النجاح، او الحاجه اللي تديك سبورت، يعني اي حاجه تديك سبورت دي تكون مصدر طاقه ايجابيه ليك. وطبعا كل انسان هو بايده ان هو يصنع ده، فاهم؟ انما اعتمادنا على اشخاص كطاقه ايجابيه او طاقه سلبيه ده غلط. عمرك خسرت حد بسبب انه بيديك طاقه سلبيه بيحبطك بيه؟ لا والله عادي، يعني ما حصلليش الموقف ده قبل كده. بحاول اديله طاقه ايجابيه عشان يغير ده، بس ولو فضل زي ما هو لا بصراحه بحاول اتجنبه او اخلي يعني حاجاته السلبيه ما تاثرش عليا. مش ناقصه طاقه سلبيه الصراحه، يعني هي في كل حته. يعني لو في حد بقى ممكن يديه طاقه ايجابيه ده اللي اقعد معاه. ببقى متاكده الشخصيه دي مش واثقه في نفسها عشان كده بتطلع الطاقه السلبيه اللي عندها عليا، ودي حاجه يعني اكيد مش هتكون عاجباني. فببعد عنها او بحاول ان انا اديها طاقه ايجابيه. بحاول اعدله، بحاول اظبطه قدر المستطاع، بس مش بكمل معاه اكيد. ببعد عنه ليه؟ ما هو طاقه سلبيه. مديلوش فرصه حتى؟ ما هو خلاص، ما يعني لو مر اكتر من مرتين خلاص يعني. بتجاهل اي حاجه زي كده. اه واحده صاحبتنا كانت صاحبتنا، يعني هي ما بتعملش حاجه غير ان هي بتشكي همها، هي الشكايه البكايه دي. لا الصراحه استحمل، طالما انا بحبه من قلبي لازم استحمل. شفنا الناس بتتكلم عن الامل والطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه، الطاقه السلبيه اللي احنا يمكن بنستمدها من الناس اللي حواليها. عايز اسال حضرتك يا دكتور اهميه التخلص من الناس اللي بتدينا كده الطاقه السلبيه دي في حياتنا. بصي حضرتك، انت لو اختلطتي بناس في عندهم طاقه سلبيه قوي لازم هيعدوكي منها، لان الايجابيه والسلبيه دي عدوى. يعني انا بكلم السعاده عدوى، يعني حتى في مثل كده بيقول لي جاور سعيد تسعد، فاهمه ازاي؟ فانت لو قعدتي مع حد مكتظ بالطاقه السلبيه لازم غصب عنك هيجيلك شعور بالحزن. انت هتلاقي نفسك حزينه، مش علشان انت عندك نفس اللي عنده، علشان انت حزينه عليه. هتلاقي نفسك عشتي الجو بتاعه، فابتديتي روحتي البيت بالطاقه مشحونه بالطاقه السلبيه دي، هتبتدي تدوري في البيت اوكي انا عندي ايه من اللي عنده. فانت لو انت مش قادره تسيطري على نفسك وان انت تقدري تخرجيه من النطاق السلبيه اللي هو فيها دي، حاولي ان انت تبقي على الحياد، ان انت تبقي حاطه عازل ما بينك وما بينه، ما تمتصيش الطاقه السلبيه. بس ده بيبقى صعب والله يا دكتور. ليه؟ انا مثلا انا واحده من الناس، انا شخصيا اما بتفرج على اي مسلسل انا بتاثر بيه واقعد اعيط وبيحصل لي بكتئب. انا بتكلم جد والله بجد، ممكن اقعد اعيط واكتئب، اللي هو انا حتى جوزي يقول لي يا بنتي ده تمثيل يعني، بس بدخل في المود قوي. ما هو عارفه حضرتك الكتابات دي بيبقى المفروض عليها طبع شويه من علم النفس عشان انت تتاثري بالواقع. يعني المشاهد لازم يتاثر، والا التمثيليه تبقى فاشله. صح. ولو انت ما وصلتيش للمستوى ده يبقى هو معلش الكاتب المخرج بقى خلاص ما نجحش ان هو يوصل لك الاحساس. بس انا اعمل ايه؟ لو انا دارسه شويه علم نفس هقدر ان انا افصل ما بين ده، ومش هخلي الحزن، يعني ده ما يقولك ايه، الحزن بيتولد كبير قوي ويبتدي ان هو يصغر. لا هو ما بيصغرش، هو بيدخل في مكان مظلم جوه جسمك وبيستخبى. مع اول حزن تاني هتحس بيه شبيه بيه هيخرج وهيكبر ويبقى كبير جدا. اوكي. فعلشان تتخلصي منه لازم تعملي ايه؟ لازم كل يوم يبقى ليكي وقت ليكي انت لنفسك.
تبتدي تقعدي مع نفسك. يعني ناس كتير يقولي بيقولوا لي مثلا ايه ده انا مجنونه ان انا هقعد اتكلم مع نفسي. لا، انت لازم تسعدي نفسك الاول عشان تقدري تسعدي الاخرين. فلازم تقعدي مع نفسك وتشوفي هي محتاجه ايه منك. طب انا اديتها حزن كتير الفتره اللي فاتت، طب اخرج الحزن ده منك ازاي؟ طب ابتدي انت زعلانه مني عشان ضغطت عليكي مثلا، تبتدي ان انت تخرجي الحزن اللي جوه ولو حاجات بسيطه. طب انا مريت بالحزن اللي انا مريت بيه ده كان بناء على ايه، او انا استفدت منه ايه، او خرجت منه بايه؟ انا قصرت مع حد، طب اوكي هبتدي ان انا اراضي الحد ده، ابقى انا قطعت جزء من الحزن اللي عندي لان انا عوضت مكانه احسان وكرم وطيبه مع الشخص اللي ايه اللي انا زعلت عليه. زي مثلا حاله وفاه، فانا حزينه على الشخص اللي توفى ده. طيب انا دلوقتي حزينه، مش هقعد العمر كله حزينه، انا كده ولا كده هيتنسي، بس مع اي حاله وفاه تانية هيبتدي يطلع الحزن. لا، طب انا الحزن اللي جوايا ده اخرجه ازاي؟ ابتدي اعمل حاجات خير كتير للشخص ده، بحيث ان انا احس ان انا مطمئنه ان انا اديته حقه، فحولت الحزن اللي جوه حولته لسعاده. طب لو حد عنده اوريدي يعني، ولو عنده ما شاء الله الله اكبر يعني عنده شويه امل، ايوه، اقدر ازاي احافظ على الامل اللي عندي ده موجود في وسط كل الطاقات والحاجات السلبيه اللي جوايا من سوشيال ميديا، من ناس، من حتى ناس هو بيدعوا ان هم عندهم مشاكل عشان يقول لك ايه اصل بخاف من الحسد. فانا ازاي وسط كل ده وانا اوريدي عندي مثلا شويه امل؟ مش انا طبعا لا، لو انا اتمنى اكون انا يعني اتمنى والله بحاول والله ببذل. ما هي الحاجات دي بتيجي بالتدريب زي ما بيقولوا حياتي كده، يعني ان شكرتوا لازيدنكم. طبعا تمام. فانا بشكر النعم اللي ربنا مدهاني، فتبتدي ان هي ايه تزيد عني، تزيد عندي. يعني ابتدي ان انا اتجنب الناس السلبيين قوي اللي هو اسلوبهم طول ما هو قاعد. يعني في ناس بسوء سلام انت تشوفي شكلهم ان هو كويس وان هم مبسوطين وكده، لكن طول ما هم قاعدين شكايين، لا انا ما عنديش، اصل ده عنده، اصل انت شكل، ويحسدك قدامك. يعني تحسي ان هو ايه بيقول لك لا انت مبسوطه مع ان انت رسمة الابتسامه. وكل واحد ما فيش حد مننا كامل، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الارزاق كلها متقسمه على في صحه وفي اولاد وفي جواز وفي عيله، فما ازاي؟ فلازم هتلاقي الحاجه اللي عندك ناقصه في حاجه عنده ناقصه في حاجه تانية. صح. هو باصص للحاجه الزياده اللي عندك، دايما البني ادم باصص للحاجه الزياده اللي في ايد غيره. فانا ابتدي انظم نفسي ان انا بقعد اعدد النعم اللي عندي عشان احافظ على الطاقه الايجابيه اللي عندي. انا عندي نعم كذا 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 كذا، الحمد لله، ده انا عندي كذا، فلان لا ما عندوش. حتى لو قعدت بورقه وقلم ابتدي اكتب الحاجات الايجابيه اللي عندي والحاجات السلبيه، اشوف اللي قدامي اللي انا شايفه ان هو عنده ايجابيات اكتر، ابتدي ان انا اكتب، الاقي السلبيات اللي عنده، فيه عنده سلبيات ممكن انا ما اتحملهاش. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقسمها كل واحد ليه قدره احتمال، فربنا بيقسمها حسب قوه احتمال كل شخص غير التاني. فممكن مثلا انا يكون عندي اولاد، غيري ما عندوش اولاد، فيبص قاضي عندها اولاد، طب بس انا عندي حزن في حته تانية. هي زي ما بنقول هم 24 قيراط متقسمين لكل واحد ما بين شغل، ما بين صحه، ما بين مال، ما بين يعني هي كل ولو اتغيرت حاجه من المنظومه هتقل حاجه مكانها. يعني لو حاجه زاد عندك مثلا المال شويه هتلاقي الصحه تعبت، هتبتدي ان انت المال يتصرف على عارفه. فهي متقسمه بحسبه معينه ربنا اللي مقسمها. فلو كل واحد حب يحافظ على الطاقه الايجابيه اللي عنده يبتدي يعدد النعم اللي عنده ويشوف السلبيات وازاي ان انا اعدي مرحله السلبيات دي، لان انا من جوايا انا اللي بخلق السعاده وانا اللي بخلق الامل. طب وانقلها للي حواليا بقى ازاي؟ هتنقلها حواليك ازاي؟ بابتسامه، بابتسامتك الجميله دي. بصي انت ابتسامتك حلوه من ساعتها. ايوه شكرا. ما شاء الله عليكم، ابتسامتكم جميله. الابتسامه عدوى، والابتسامه الرسول صلى الله عليه وسلم عليها انها صدقه. فانت لما بتبتسمي قدام حد بتدي له امل في الحياه. يعني مجرد ان انت ابتسمتي او حسستيه ان الحياه سهله، بص انت بس اعمل كذا، لو في ايدك ان انت تساعديه وتحطيه على بدايه الطريق تبقى انت خلاص كده ساعدتيه. لكن الابتسامه بتاعتك لوحدها لو انت اشتكي يعني ما اقعدش ارجوكوا. يعني انا بجد انا بالنسبه لي في اصدقاء ليا، انا بجد يعني في مره قلت لواحده بس الحمد لله ان انا قطعتها ما بكلمهاش بجد كل ما تشوفني تشتكي تشتكي تشتكي، جوزي طليقي ما بيصرفش، عيالي ما يعني، اقول لها انت ما عندكيش حاجه واحده حلوه؟ اكيد عندك حاجه حلوه، نقول الحمد لله. فبجد ان احنا نقطع علاقتنا بجد، اقطعوا علاقتكم بالناس دي، للناس دي بيدوا كم طاقه سلبيه دكتور غير طبيعيه. وفي نفس الوقت حاولي تخلقي لنفسك انت جو مرح. صح. يعني انت اللي تخلقيه، لان مش حدش هيجي يجيب لك الجو المرح لغايه عندك. شعار الفتره اللي جايه جو مرح بس بس يعني حتى نقي الاصدقاء اللي هم اللي دمها خفيف المبتسم على طول اللي عندها طاقه ونشاط. صح. تمام دكتور هدى مصطفى، بشكر حضرتك نورتينا النهارده. للاسف وقت فكرتنا خلص. طبعا نرمين حابه تتكلم في موضوع الامل حلو جدا. ايوه موضوع مهم جدا ان شاء الله باذن الله. انا سعيده بوجودي معاكم، نورتينا. ميرسي. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. فهو هنا
الحقيقه فقره مميزه جدا، وزي ما قلنا لكم في البدايه احنا هنتكلم النهارده في حلقتنا عن الامل. مش اي امل، ده الامل اللي بيخلينا نرجع تاني ونحب الحياه ونتمسك بيها حتى لو كان بيننا وبين الموت ساعات قليله جدا. وده اللي عملته بطله فقرتنا النهارده اللي قدرت انها ترجع تاني للحياه بعد ما كانت بتواجه مرض صعب، بس هي قدرت تتغلب عليه وكل ده وهي شغاله على العامل النفسي. معانا النهارده دكتور هايدي سليمان، اخصائيه امراض نفس جسميه وعلوم سلوكيه. هتكلمنا عن تجربتها مع المرض وازاي اتغلبت عليه. والحقيقه استاذه هايدي، دكتور هايدي درست في استراليا بس هي ما حبتش ان هي تكتفي بالعلم ده لنفسها، حبت ان هي تيجي هنا مصر وتحاول تساعد الناس هنا. دكتور هايدي برحب بيكي معانا طبعا. الحمد لله على سلامتك. ميرسي، شكرا. فالاول عايزه حضرتك تحكي لنا عن تجربتك مع المرض. في انا اصلا بدات تجربتي مع المرض من سنين كتير 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 قوي، مش فاكره امتى، لان هم كانوا امراض كتيره وكانوا واحد ورا التاني ورا بعض، ما كنتش قادره اعرف امتى ايه بدا امتى. ما تمش تشخيص المرض من بدري؟ لا، ما هو انا كان في سلسله من الامراض. أوكي. فكان في الاول مرض تشخيص نفسي، يعني كان الاول عندي حاجه اسمها باي بولر. اوكي. وبعديها ديبريشن وانكزايتي، وبعدين فايبروميالجيا، وبعدين كرونيك فاتيج ديس اوردر، وبعدين جالي حاجه اسمها اس في تي، حاجه مرض في القلب، وعملت عمليه في القلب وما نجحتش، وبعدين اتشخصت بمالتيبل سكلروسيس او تصلب لوحي او متصلب متعدد، ليه اسماء مختلفه يعني. ده المرض اللي انا قعدت بيه 5 سنين، والمرض ده يعني متعب في انه ما بيبقاش ليه حدود محدده. يعني هو بيبروجرس، بيعمل زي بروجريشن كده. ده عباره عن ايه المرض ده؟ مرض بيجي في الاعصاب. أوكي. في المخ. وفي العمود الفقري. اوكي. فايه اللي بيحصل؟ الاعصاب عامله زي الاسلاك كده، فلما بتتقشر الاعصاب ديت من غير سبب محدد موجود او ما عارفينه الطب حاليا او ما عمره ما تعرف ليه، يعني الاعصاب لما بتتقشر المعلومات او السيجنالز اللي ما بين العصب والعصب ما بتعرفش تخش، يعني ما بتعملهاش ترانسفير صح. فايه اللي بيحصل؟ الانسان او المريض بالمرض ده بيبتدي يفقد القدره او السيطره على حاجات كتير قوي في جسمه. انك الحركه او الكلام، حاجات كتير قوي. فانا أوكي. يعني كان اتاك ورا اتاك ورا اتاك، كان كل تقريبا 3 4 شهور بيجي لي اتاك. فانا اول مره مثلا دراعي الشمال بطل يتحرك، دي اول حاجه حصلت. حاسه بايه وقتها؟ يعني هو انا عشان اصلا انا خلفيتي طبيه، ففاهمه المرض ده، بشوفه كتير في المستشفيات، فبالنسبه لي كان يعني ايه ده، بس ما كنتش عارفه ان الموضوع هيبروجريس بالمنظر ده. يعني اول مره دراعي الشمال، تاني مره النص الشمال كله، تالت مره لا انا مش عارفه اصلا امشي، مفيش بالانس، بعد كده بقت التويلت مش عارفه اروح التويلت، بقيت بلبس نابي، بعد كده بقى اوبتيك نيرف دامج، العصب البصري باظ، تلف في عينيا الشمال، مش بشوف بعينيا الشمال، بعد كده بقيت مش عارفه. كل ده حصل على المدار ال5 سنين. 5 سنين. طب هل كنت حضرتك يعني جواكي الامل اللي احنا شايفينه ده معاكي؟ لا 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 لا، امل مين؟ طب ما كانش عندك الخلفيه دي انه الامل او حالتك النفسيه هي اللي هتساعدك على العلاج. التفسير المنطقي العلمي اللي موجود في الكتب للمرض ده ان هو ما بيتعالجش. مالتيبل سكلروسيس او اي مرض في الاعصاب، ما فيش عصب بيتلف بيتصلح في الطب. وده سمعناه كتير مؤخرا، ان فعلا لما بقينا نشوف ناس ابتدت يجي لها المرض تصاب بالمرض ده والموضوع بيبقى صعب. اتغلبتي على ده ازاي نفسيا؟ اتغلبت على ده لما عرفت اني عندي اختيار. وانا ما كنتش اعرف ان انا عندي اختيار. وما كنتش اعرف ان احنا نقدر نختار، نقدر نختار حاجات كتيره جدا في حياتنا، كل حاجه في حياتنا نقدر نختار، امراضنا واعراضنا، ونقدر نختار مشاكلنا وحياتنا والبارتنرز بتوعنا والقدره ان احنا نعمل مال، هنعدي من اللي احنا فيه ده ولا لا. كل حاجه في الدنيا احنا بنختارها صح، بس انا ما كنتش اعرف ان انا بختار، كنت فاكراه بلاء، ابتلاء، امتحان، اي حاجه من الحاجات اللي انا اتعلمتها طول حياتي. يعني فعامه انه المرض ابتلاء صح. مين اللي غير، ايه اللي غير لك تفكيرك في الموضوع ده؟ والله انا كنت مرميه في المستشفى بموت،
بموت ليترلي. الدكتور قال لك قدامك 3 شهور وخلاص. ايوه حالتك كانت خلاص صعبه جدا. يس الدكتور قال لي انت فاضل لك بالظبط 3 شهور ونص، وانت روحي بيتك، رتبي للجنازه بتاعتك، لو عندك حاجه بعيها، لو عندك حاجه تعمليها، لو عندك حسابات صفيها، بس انت دلوقتي تقدري تروحي البيت يعني تتكلمي. مفيش علاج بقى خلاص يعني؟ لا ما في خلاص، ما هو علاج ايه، ما خلاص ذيس از ات. ليه؟ لان انا كنت في الوقت ده كان بقالي تقريبا 9 شهور مش بعرف اكل اكل سوليد، كنت بشرب بس حاجات كده، وبعدين فقدت القدره على ان انا اتكلم. وبعدين المره اللي وراها بقى كان هيجي المرض ده او المشكله هتيجي في الحجاب الحاجز، فلو جه في الحجاب الحاجز كان هفقد السيطره على اللانجز والهارت، يعني لا قلب ولا فخلاص. فهم قالوا لي كمان تروحي البيت وتخلي حد من اهلك يشد الكوبس عليكي، محتاجه حد يجي، امي كانت هتيجي تمضي مكاني وهي اللي هتشد الكوبس، يعني ما هو اصلا ده النهايه يعني. حاجه محبطه. انت كنت عايشه بره صح؟ انا طبعا انا كنت عايشه في استراليا. ما اعتقدش ان هنا بنبقى بالاسلوب ده. انا عارفه انه يمكن هو ده الصح او دي البروفيشنال واي ان هو يوصل لك الكلام ده، بس صعب، صعب قوي يعني، طريقه قاسيه جدا بصراحه. هي طريقه قاسيه بس يعني كنت حاسه انه فعلا خلاص وقتها. انا كنت متاكده. كنت متاكده ان ده خلاص. ايه اللي رجع لك الامل بقى؟ وانا في المستشفى واحده ست قالت لي انت ايه اللي خلاكي تختاري المرض ده؟ طبعا انا راقده في السرير، ما بعرفش اقوم، ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش اعمل حاجه. واحده ست غريبه بالنسبه لي جت تسالني السؤال ده، انت ايه اللي خلاكي تختاري المرض ده؟ انا مش فاهمه يعني ايه اختيار، مش فاهمه يعني ايه ممكن اعمل حاجه زي كده، مش في بالي اصلا. فروحت البيت وبفكر ازاي هقول لبناتي، ازاي هقول لمامتي على اللي هيحصل. بس في نفس الوقت السؤال بتاع الست ده كان جوايا، يعني في حاجه جوايا بتقولي ردي على السؤال. في الإجابة السؤال ده هتلاقي حاجة حلوة. عرفتي تردي على السؤال؟ يعني surprisingly أنا مسكت التليفون وعملت جوجل. بس كده. تخيلي إيه بقى؟ ينفع الإنسان يختار مرضه؟ صحيح ينفع إحنا نختار أمراضنا وأعراضنا؟ هو إزاي الإنسان يقدر يختار مرضه ويخف؟ وهل في تراجع بعد الاختيار؟ فلقيت دراسات وابحاث وكتب ودكاتره كتير متكلمه في الموضوع ده. وانا ما كنتش عندي اي علم. قعدتي تذاكري بقى وقتها؟ هي ما كانتش مذاكره قوي قد ما هي كانت يعني انا ما كنتش بعرف اقرا لان عيني كانت مش بتشوف الشمال. كنت بسمع اوديبل. فلقيت دكتور بصراحه هو اللي ساعدني في الوقت ده في اللحظه دي يعني جو ديسبنزا، كان عامل كتب كتيره في المواضيع دي، سمعتها وانا قاعده وقعدت اسمع 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 3 ايام بسمع. مش بنام ومش بعمل اي حاجه في حياتي، بس بسمع بسمع. وبعدين اكتشفت انه كل كلمه الراجل ده بيقولها صح. احنا بنختار. طب وعملت ايه؟ قلت لنفسي انت قدامك 3 شهور، اعملي في نفسك معروف، واتليست في ال3 شهور دي اختاري حاجه عدله. يعني بقالك سنين طويلة مش بتختاري عدل، دلوقتي اختاري عدل. 3 شهور بس، اشتغلي على ال3 شهور دول. طيب انك تعيش، ركزي في ال3 شهور دول. عشان انت في ال3 شهور دول انا متأكدة ان انا هقابل ربنا بعد كده. فرايحة قابل ربنا. فكنت بستعد ان انا اشوف ربنا. يعني انت حتى بعد كل ده مش فكرة امل انك تعيش، بس انت عايزة تصلحي ابدا من ما تبقى يعني. خالص انا ما كنتش مصدقة انه انا ينفع اعمل كده دلوقتي. يعني هل ينفع ان انا ريفرس ارجع الكلام ده كله؟ لا، ما كنتش متاكده من كده. لكن كنت متاكده ان انا هقابل ربنا. ففي الطريق وانا بفكر اني احسن من نفسي ومن افكاري ومن انا مين وبعمل ايه وفي الحياه وكده، قلت لنفسي يلا استعدي هتقابلي ربنا كمان 3 شهور اتليست انت تروحي بشكل الطف شويه، انضف احلى يعني شويه. وفعلا يعني بعد فترة لقيت نفسي من الشغل على نفسي، لقيت نفسي ان انا طيب عديت ال3 شهور، دخلنا في 4 شهور. هو انا بخف ولا ايه؟ بدأت اتحسن بطريقة بسيطة. هو في ايه؟ يعني هل فعلا انا بتحسن؟ اول يوم اكتشفت ان انا بتحسن فيه حسيت ان انا بتحسن. يعني فعلا مش بمسك في كل حاجة ومش بقع في البيت، بروح الحمام يعني بإرادتي،
كل حاجة أوكي، نظرك رجع تمام، يعني بالراحة بقى طبعا. اليوم ده أنا فكرت أنه خلاص أنا بتحسن، أنا هبطل أدوية. كتبت جدول للأدوية بتاعتي وقعدت قلت ده هبطله في كذا وده هبطله كده، من غير استشارة طبيب. أنت كده كده كنت دارسة مع نفسي يعني، مع نفسي. طبعا مش صح أن الناس تعمل كده، بس أنا عملت كده لأن أنا كنت بشتغل في المجال ده وعندي دراية بالزبط. يعني كويسة جدا في المجال الطبي والأدوية والكلام ده كله. فأنا وقفت لنفسي الأدوية بالزبط في شهرين. فبعد 6 شهور من اليوم اللي أنا عرفت فيه أن أنا حموت لغاية اليوم اللي أنا وقفت فيه كل الأدوية كنت زي الفل. هو أكشلي شهر ده، شهر 7، كان تقريبا 6 شهور. وبس وخفيت. طب حبيتي تنقلي او كملي؟ فبعد ما خفيت قلت طيب انا عايزه اعرف بقى علميا كده انا خفيت ازاي، يعني طبيا بالطب بقى والورقه والقلم والكلام والدراسات والابحاث والكلام ده كله، انا خفيت ازاي؟ فدورت على العلم اللي بيدرس المجال ده وهو الطب النفس البديل. جسمي او سايكوسوماتيك ميديسن. اوكي، بيقولوا عليه الطب البديل، يعني هو من انواع الطب البديل. من انواع الطب البديل. بس انا عايزه اقول لك حاجه، قولي، هو مش طب بديل، هو الطب الحقيقي. ليه؟ لانه الطب الكونفنشنال ميديسن ما بيقدرش يوصل للسبب الحقيقي اللي اصلا احنا عشانه بنمرض. في الطب، هل الطب عرف يوصل ليه الانسان بيجيله كانسر؟ لا. بس في السايكوسوماتيك ميديسن عرفنا ليه بيجيلنا كانسر، ليه بيجيلنا صرع، ليه بيجيلنا تكر، ليه بيجيلنا اي حاجه في الدنيا، فليه سبب جوانا جوه في النفس. هنا جه العلم ده. انا حابه اقعد اسمعك جدا يعني بجد. اللي حضرتك طبقتي ده يمكن بره على ناس مختلفه، وحبيت انت كمان تعلمي ناس تانية ان هي تقدر تبقى تشتغل بيه. عايزاكي تكلميني اكتر عن الحته دي، البيشنتس اللي اتعاملتي معاهم. ألفات الحمد لله. بتشوفي بتلاحظي الفرق؟ الفرق كله هنا. لا 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 لا، مش بلاحظ بس بالإثباتات بالفحوصات بالدليل العلمي اللي هو يعني سكانز وإكس رايز وبلاد تيستس وكل الحاجات دي. سيبك من أن أنا بلاحظ، لا أنا مفيش ملاحظة. أنا بقولك أنا بكلمك على حاجة سكانز بروفد سكانز. عايزك تحكي لي عن نموذج معين، حد أنت فاكراه؟ نموذج معين. طيب انا هكلمك على ناس محدده اوكي، لانه هم سامحين لي ان انا اتكلم عن حالاتهم. مثلا فعندي مثلا بنوته كانت مريضه بالماسكولوسيس، تصلب لويحي ديت اوكي. هي عايشه في لندن، عراقيه. البنوته ديت جت لي، كانت الدكاتره قالوا لها خلاص احنا اسفين، برضو انت مالكيش عندنا علاج، احنا عملنا كل حاجه وانت مالكيش عندنا علاج، وانت للاسف هتاند اب طول حياتك قاعده على كرسي. خلاص. طبعا هي جات لي قالت لي ايه رايك في الكلام ده؟ قلت لها معلش مش مشكله، ده تفسير واحد، خلينا اديكي التفسير الثاني. خلينا نشتغل على ايه الاسباب اللي خليتك انت تختاري يكوني عندك ده. طبعا الاختيار مش بنعمله واحنا واعيين، بنعمله واحنا غير واعيين غير دريانين اوكي، اختيار غير واعي اوكي. فانا قعدت اشتغل معاها على الاسباب ديت في ظرف تقريبا 4 شهور. البنت بقت زي الفل، او من 4 ل6 شهور البنت بقت زي الفل وخفت تماما، والسكانز موجوده عندي وكل حاجه زي الفل، وهي دلوقتي عايشه احسن حياه. حاسه ده جزء لازم يكون موجود في اي مستشفى، يعني بلاش ليه بنحبط الناس كده، يعني ليه نعمل كده؟ ممكن ننقذ حياه ناس كتير طبعا، يعني الاعمار بيد الله. بس فكرة يعني صعب يمكن تصديقها عند البعض كتير، فانت عملتي ده ازاي؟ يعني ابتدي تنشري الفكرة ازاي؟ بصي انا هنشر، انا بنشر الفكرة دي ازاي؟ كام واحد انت تعرفيه عنده كانسر؟ لا كتير دلوقتي. اوكي تخيلي معايا، لازم بتلاقي في السيد دلوقتي، بس بتلاقي دايما في السيركل اللي حواليكي، يعني للأسف ممكن تلاقي شخص عنده الكانسر ده خلاص. حلو، تخيلي شخص من دول سمع عن الموضوع ده وجي وخف، مش انت هتعرفي؟ مش الميت نفر حوالين الشخص ده هيعرفوا؟ هي دي الطريقه اللي انا بنشر بيها العلم. صح. ده فقط لا غير. انا لغايه النهارده يعني ما عملتش اي نوع من انواع الماركتينج، لكن
النتائج اللي بتتكلم عن نفسها. اكيد عارفه انك لسه ما ابتديتيش الشغل هنا في مصر في الناحيه دي، بس عارفه انك نفسك تعملي ده. أيوة. هل ابتديتي تشتغلي على حاجه؟ انا هنا في مصر علشان حبه اني طبعا كمصريه يعني بلدي اولويه صح؟ طبعا مش هو ده احلى حته واجمل مكان ويعني عندنا شعب كتير مريض عايزين نطور كتير كتير كتير، وناس حرام بتصدق انها ممكن تموت في حين انها ممكن تختار انها ما تموتش. فاكيد طبعا حابه ان انا اعمل ده في مصر، واكيد حابه ان انا انشر العلم ده في مصر وان انا اساعد الناس هنا. وانه طبعا يعني اشكركم جدا ان انتوا استضفتوني النهارده، لانه للسبب ده انا موجوده، وعشان كده انتوا يعني كلنا بنفس النيه ان شاء الله. الحقيقه الكلام مع حضرتك ما بيخلصش، مبسوطه قوي بالفقره دي بجد. الامل ده حاجه احنا زي ما قلنا في الانترو حاجه احنا كلنا بنعيش بيها، يعني مفيش حد يقدر يعيش من غير امل في الحياه. بشكر حضرتك على وجودك معانا دكتور هايدي، نورتينا بجد. ميرسي يا حبيبتي. ثانك يو. وبكده تكون خلصت فقرتنا، خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في هو وهن. كل فقرة في المطبخ بيكون معانا شيف فود بلوجر، يعني حد متخصص في الطبخ. الفقرة دي هي فقرة يعني خليني أقول فقرة خاصة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لأن ضيفتي الحقيقة هي ولا شيف ولا هي فود بلوجر، هي فنانة، وفنانة جميلة وفنانة عظيمة، وأنا أنا أنا على المستوى الشخصي أنا بعشقها بموت فيها. تخيلوا بقى هي يعني هي شيف بس في التمثيل، تعالوا نشوف بقى هي في المطبخ. بس يعني إن شاء الله أنا متوقعة لأن هي إن شاء الله هتكون شيف. معايا مين؟ معايا الفنانة الجميلة بسنت النبراوي. يا بسنت أو بوسبوس بقى أو بسبوسة. عاملة إيه؟ بسنت عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ زي الفل الحمد لله. إيه أنت بتعرفي تطبخي أصلاً؟ والله الجواز إصلاح وتهذيب. حصل حصل يا فندم. تعلمت المطبخ يا فندم لما اتجوزت. آه طب انت هتعملي لنا اكل ايه النهارده؟ طبعا احنا النهارده انا بصي انا رغايه، ما انت عارفه انا رغايه، فهنقعد نرغي وانت بتطبخي وبتعملي الاكل الحلو. انت هتعملي لنا ايه الاول؟ بس بصي هعمل لكم الفرخه مش قلها وراك، هنجيب صدور دجاج وفراخ ونعملها بالبصل كده هي دي بسنت النبراوي تحفه كده، ورز بالبصل بقى والبهارات. طب ما نقول بقى البهارات عشان استاذ حسام. بصي هنزل المقادير، بس عايزين بقى بالطريقه بتاعتك اللي هي الشرقاويه. ماشي يلا بينا. بسم الله. اول حاجه يا جدعان نجيب صدور فراخ مغسوله طبعا ومتنشفه وكل حاجه، او تجيب فرخه كامله وتقسميها عادي براحتك. ونجيب معانا فلفل اسمر ومعانا ملح ومعانا مستكه ومعانا السبع بهارات يا جدعان، ومعانا كمان مكعب ماجي، ومعانا زبده ومعانا بصل ومعانا رز عشان لما نعمل الرز، ومعانا زيت ومعانا زبده. لو مش احداكي السبع بهارات عادي البهارات اللي احداكي في الدار تحطيها على بعضها، يعني مثلا تحطي مثلا جنزبيل على قرفه على الحاجات دي، على جوز الطيب، على الكلام ده كله هيتو. اول حاجه بقى نبتدي بيها يا جماعه خطيره. بسم الله نسمي الله، نحط مكعب زبده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انت نرجع ترجع بسنت لطبيعتها بقى. يلا بقى ماشي. يلا حط مكعب زبده، والزبده عشان ما تتحرقش لازم معاه شويه زيت. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الطاسه كمان اعتقد ان احنا سيبناها تسخن قوي. سخنت قوي بس يعني في الحاله دي بقى انا هقول لكم انا بعمل ايه في البيت. بروح شايله الطاسه شويه تبرد كده شويه وبعدين ايه، لان شايفين الاستوديو تقريبا هيولع. ممكن نشيل والله بجد ممكن نشيلها شويه. انا حاسه ان بجد انا ممكن احطها قدام السنه. ايوه بس كده هي خلاص بتهدى مع نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم اهي حطيناها. هنبتدي بقى نجيب صدور الدجاج بتاعتنا. بسم الله تشوحيها بقى. تبتدي بقى تتشوح واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه بس اشيل دي على جنب السنه. ده اللي هتعملي فيها الرز. دي اللي هعمل فيها الرز، بس اعمل دي الاول وبعدين ايه نعمل الرز. الرز ما بياخدش وقت يا جماعه، والرز ابيض عادي صح؟ لا رز بالبصل برضه. بالبصل ايه ده؟ رز بالبصل ده انا الرز بالبصل ده انا عارفه ان احنا بناكله مع السمك. لا 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 ده بطريقه ثانيه، مش بتبقى بالبصل بقى، بتبقى مش محروقه يعني. لا 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 لا. اوكي ماشي اوكي. طب انا عايزه اتكلم مع بسنت بقى الفنانه مش الفنانه. مثلتي مع ناس كتير ومع فنانين كتير جدا. مين اكتر حد فعلا استفدتي منه قلتي لا انا فعلا ده علم في حياتي؟ بصي انا يعني يمكن الاغلبيه استفدت منها، بس مثلا ياسمين عبد العزيز لما كنا في لما ملوش كبير طبعا. عايزه اقول لك ان هي يعني مثلا كانت تقول لي ايه، لا رسائل جمله
لا مثلا ايه اهدي على الجمله وقطعي في الحته الفلانيه. الفنانه سما ابراهيم لما كنا مع بعض في النضاره البيضاء برضو فضلت تقول لي ايه لا هقول لك على طريقه حلوه قوي عشان مثلا ايه لو جمله نسيتيها. ففي ناس انا خدت منهم تريكات علموا معاكي في الحياه. وانا اتبسطت يعني كنت قاعده معاهم في المشاهد. لا انا ناس ليها خبره اكتر مني, ناس يعني بقالها سنين في المجال. لا وانت اشتغلتي مع نجوم برضو ليهم وضعهم سؤال في المجال. ومسلسل الوصيه مع الفنان اكرم حسني, يا خرابي انا المسلسل ده بعشقه. هو بيتعد دلوقتي على احد القنوات الفضائيه. انا قاعده بتفرج عليه برضو عادي جدا يعني. اكرم حسني ما شاء الله من الفنانين اللي تقدري تقولي كده موهوب ما شاء الله, ربنا يديله مواهب كتير قوي يعني. يعرف يمثل ويكتب يعني, في حاجات احنا كنا بنكتبها قبل المشهد يزودها مثلا. ما شاء الله عليه يعني. اكرم موهوب موهبه مش طبيعيه. طب مين الدور اللي هو حسيتين هو عمل نقله كده نوعيه في حياه باسان؟ بصي هم دورين عملوا نقله. اولا الوصيه, عشان هو كان اول حاجه انا عملتها وطلعت للناس فيها. ثانيا اللي ملوش كبير. اللي ملوش كبير ده كان اول حاجه اعملها والناس تشوف بسنت النبراوي القويه المصريه الشريره قوي. مش لازم شريره ان انت تفضلي تزعقي بقى لا 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 خالص. الناس كانت كرهاكي اصلا في الدور ده. الناس كانت خايفه مني. ايوه بس ده نجاح على فكره. الناس كانت كرهاني. ايوه ده نجاح على فكره ان انت توصلي المشاهد ان هو يصدقك لهذه الدرجه. ده نجاح. بصي بقى انا شوحت اهو, بس الدخان كتير قوي. انا شوحت الفراخ على الجنبين دي, بس فاضل حته تتشوح. انت في البيت بتطبخي ولا بس لا هنا عشان الكاميرا؟ ما انا بقولك انا اتعلمت. يعني مش جايبه حد بيساعدك يطبخ, انت اللي بتطبخي؟ لا 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 برافو. هي البنوته بتساعدني بس في نظافه البيت, لكن انا المطبخ انا اللي عيني على جوزك. انت اكيد اتعلمتي فيه, لان هي حرام تقولي يعني انا كنت واقفه اطبخ اصلا. يعني انا لما اتجوزت هي بقت تتعلم يعني. عيني عايزه اقول لك فتره يا حرام هو بيتعذب معايا, كتر خيره برده بيتعذب معايا في ان هو يستحمل بقى اكلاتي وحاجاتي لحد ما اتعلم. عثمان زمنا في الاعداد بيقول لك طبعا كنت مقضيها مكرونه وفانيه. لا والله يا عثمان جربت فيه رز ورز طلع عجيب. ما تفهميش هو معجن ولا. طب انت عارفه ان انا بطبخ حلو جدا, بس انا الرز ساعات ما بيظبطش. يبقى معجن بنزود الميه. ما انا هقول لك بقى تعملي ايه. قولي لي بقى. اقول لك بقى عشان انا ايه التركه دي استفدتها من مامتي. الرز معلش هقطعك ثانيه. لا براحتك. بص دلوقتي بقى هنبتدي نحط البصل. انت سؤال, انت الفراخ مش متبلاها باي حاجه؟ لا زي لسه. ما هي لسه. اوكي حطي البصل كده. اوكي وعايزه احط بقى ابتدي احط ايه التوابل. بقى التوابل بتاعتي يعني انا مثلا احط رشه كده من ده. دي السبع بهارات. بصي دي بقى اختياريه براحتك. في ناس بتحب تكتر البهارات, في ناس مش بتحب تكتر البهارات. طب مين اللي علمك يعني؟ كنت بتستعيني بمين؟ بمامتك, باليوتيوب, ببرامج الطبخ؟ والله بسال ماما, بسال حماتي. اوكي بسال صحابي اليوتيوب. انا مش بخلي يعني فاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مع اللي هو الطالب اللي تفوق على استاذه يعني؟ انت تفوقتي على اللي علمكي؟ لا لا مستحيل بجد. مستحيل عمرك برضو ما تبقي خبرتهم. دي ناس بتطبخ. لا بس انا هقول لك حاجه, انا برضو اتعلمت مثلا الاكل من مامي. بس انا أوكي. مثلا في اكل لا خلاص انا بقيت اعمله احسن منها يعني. بس الاكل اللي هو الدلع بتاعنا لكن محاشي وفتات والحاجات دي لا لسه. هي استاذه درجه المحاشي. لا انا هعلمه لك. حقه يقال يعني. انا هعلمه لك. انا هفضل وراكي لغايه لما تيجي هنا تعمل لنا مره محشي بقى ونقعد نلف على الهوا. بصي يا ستي انا دلوقتي حطيت بقى الفراخ اهي خلاص معاها البصل بقى والبهارات. شم اصلا الريحه عامله ازاي خطيره. والمستكه هي المفروض انا نسيت حاجه للامانه. المفروض ان انا وانا بحط الزبده والزيت كنت احط المستكه, بس انا نسيتها. بس مش مشكله انا حطيتها دلوقتي معاها. عادي يعني. بصي اصلا شايفه الفراخ واخده لون عامل ازاي. هنسيبها بقى مع البصل وهنحط شويه ميه مغليه. بصي اللون. وهنحط شويه ميه مغليه. طب اديكي تريكه ليا او اديكي يعني التاتش بتاع لو انا هعمل الاكله دي عارفه اعملها ازاي. بعد ما نعمل كده هحط اللي هي كريمه الطهي. لا دي هتبقى جامده والله. هي دي اصل كريمه الطهي هتنقلها لحاجه تانية خالص. دي مش بكريمه الطهي, دي بوصفه تانية خالص بالبصل كده بس. اوكي بكريمه الطهي هتقلب على بيكاتا شويه. بيكاتا انت فاهماني. بصي بقى ستي الرز. أيوة عشان انا عرفت المعلومه دي من مامتي. ايوه ان ما يعجنش بقى ازاي. هقول لك كل رز ليه نوع معين يعني قصدي ليه كميه معينه. ما عندنا من الرز المصري كل بتاعنا. مش كل انواع الرز اللي انت بتجيبيها. بسم الله حطينا ايه اهو زبده. حطينا مستكه. برافو انا بعمل كده. حطينا زيت. بسم الله. طب اكتر اكله بسنت دلوقتي بقت
اللي هي لما صحابك بيجوا لك او جوزك بقى كده بيطلبوها مني بي يقول لك بس انت اعملي لنا كذا رز معمر ايه ده لا ده انت بتهرجي بقى والله ده على فكره ده تقيل يعني صعب مش لا خالص هقول لك تركته الاول نرجع لفكره الرز اللي انت عايزه مثلا تظبطيه ازاي انت مثلا حاطه كوبايه رز كل نوعيه رز بتاخد ميه غير الثانيه فانا علمت نفسي حاجه وتعلمتها من مامتي ايه بقى حطيتي الرز غطيه فقط بالميه ما تزوديش اللي هو يا دوبك بس يبقى متغطي انت بقى لما قرب ما يستوي حسيتي ان هو محتاج منك ميه اوكي ساعتها انت بقى بتزودي مثلا يعني معلقه ميه اقل من ربع كوبايه ميه وتروحي معليه وتروحي معليه النار عليها دقيقتين وتروحي موطيه البخار هيسويها لك هيسويها صح طب يا جماعه كده بدل ما يطلع معجن الرز عشان ما يطلعش معجن اعمله انا هنفذها انا كل مره انا بطبخ انتوا خلاص بقيتوا عارفيني انا بطبخ حلو قوي بس الرز ساعات يعجن ساعات يبقى بيرفكت يبقى هايل يعني. ايوه ما انت بقى ايه يعني مثلا الرز ده انا هعمل كده شايفه هو حبه قد ايه انا احط يا دوبك حبه ميه صغيرين فوقيه لو احتاج ازود ما احتاجش خلاص طب انا وانا واقفه في المطبخ بقعد ساعات بجد بس ما تتريقش عليا او انتوا ما تتريقوش عليا ممكن اقعد اطبل على الرخامه اقعد ادندن اقعد اغني انت بتعملي ايه في المطبخ اكيد بتغني اصل يعني انا بقعد اقول لنفسي الله عليك يا بنتي يا بسابيس شاطره طب لو بسنت هتدندن في المطبخ اهو هتدندني ايه او هتغني ايه بغني ايه والله بصي على حسب والله انا بغني إيه طب دلوقتي ممكن تجي على دماغك ايه دلوقتي تدندني جاي على دماغي ايه بسبوسه بالسمنه منقطه يلي ريس عليك العطه انا عايزه توب من العطاطه وده باختياري يا ماجستر في الهاشتاكة انا قلبي جالك هشتاكة وانت ولك انك حاسس بناري بصي بقى هنحط الملح اوكي بسم الله وهنحط انت ما حطيتيش المكعب الملح انا لسه جايه لك ده بقى انا مش هحطه كله نصه يعني كده يعني نصه ونكتفي او ربع اقل من نصه كمان ونكتفي بيه لان انت كمان حاطه ملح عشان ما يحدقش بالظبط كده وفتفوته ده ايه دي فلفل ولا ده فلفل اسمر اوكي بسم الله واهو والبصل بصي اتحط معاها من غير ما اداش لون اللي هو من غير ما ياخد لون ايوه صح من غير ما ياخد اي لون حط كده اهو بس عايزه حاجه دي انشف ما تخافوش مش هكحت لكم الحل لا عادي يعني ايوه بص على بسيط كده بس طب قولي لي جوزك كان اما اتجوزتيه هو يعني اي راجل اكيد بيحب الاكل يعني ولا هو ما كانش ليه في الاكل اصلا لا هو مش قصه ليه في الاكل هو بطبيعه شغله هو مش يعني هو بره على طول مشغول بس طبعا ما فيش راجل ما بيبقاش نفسه عايز ياكل اكل حبه خضار كده عايز ياكل اكل بيتي اكل نظيف في البيت طب اول اكل عملتيها وباظت معاكي وهو عمل ايه ولا حاجه والله قعد يضحك وقعدنا نهزر وبتاع طب ده جميل ولا اي حاجه بصي بقى انا هنا حطيت ايه استاذ حسام هيجيب لنا بقى اللي ينفع يا دوب انا اهو ايوه اهو مغطيه الرز بالميه يا دوبك بس بصي اللون عامل ازاي البصل اصلا عندك هنا ما اداش لون ولا حاجه انا بس حطيت دي طعم مش زي الرز الصياديه بنضطر ان احنا نحرق قوي البصلايه مش نحرقها نغمقها قوي اوكي خالص بصي اللون حلو قوي واعتقد مكعب المرقه ده هنا مش عارفه بطي البوتاجاز ازاي لما تتشرب دي بقى تسويتها لا انا اجي لك بقى اوطيهولك لو انت عايزاه اوطيهولك بس اما يتشرب صح يتشرب ماشي. بس وايه ودي يعني مش لازم نغطيها ان شاء الله على فكره صدور الفراخ يعني. كمان ما بتاخدش وقت اصلا بالزبط. يعني يا دوبك بس واصلا لما بتيجي بقى تسويها في الاخر تحسي انها خلاص يعني استوت وفيها فاضل مثلا ايه حاجه بسيطه من الزبده او الزيت اللي انت حاطاه ممكن تاخد تشويحه سريعه فيه برده تروح مديالك لون اكتر كده طب ممكن نزود مشروم على الاكله دي مش هتقل لا والله بصي مش هيتقال لا بس انا بالنسبه لي حاسه انها هتبقى محتاجه مثلا اكتر لو انا بعمل بيكاتا يعني هتبقى مغيره طعمها شويه فاهماني ماشي بس يعني اصل انا من عشاق المشروم فبحب احط المشروم في اي حاجه والله يعني هو حلو هو بروتين وحاجه قويه جدا وحاجه حلوه جدا فلو عايز تحطي مشروم انجوي مش هقولك لا بس انا مثلا انا في البيت مش غاويه مشروم قوي مالكيش في وجوزي المشروم. ملوش في المشروم قوي فمش بتستخدميه اصلا وانا وجوزي عايزه اقول لك ان انا في اوقات كنت بطبخ بالبصل الباودر والثوم الباودر ان انا وجوزي ملناش في البصل قوي يعني ما ناكلش مثلا سلطه ببصل ما ناكلش بيتزا عليها بصل طب امال انت في الفسيخ والرنجه بتعملي ايه لا ما باكلش بصل انا ما باكلش فسيخ باكل رنجه كده تخطيف وما باكلش بصل وما بتاكليش فسيخ لا
تهرجيش بقى، ولا تهرجيش فسيخ بقى. ولا ملوحه ولا سردين ولا كلام من ده. والبصل لازم يبقى مطبوخ في الاكل كده، اه ما يبقاش يعني ما تاكليش بصل اخضر كده، لا كده الحته دي انا عدوه البصل ده طول حياتي ما اقدرش. بلس لو يعني مثلا لو بعمل ملوخيه ممكن ساعات ما اعملش التومه التقليه والشهقه ده، دي اهم حاجه دي مهمه جدا والله دي. ما بعملش التقليه دي. طب الشهقه الشرقاوي ازاي؟ زي اي شهوه، الست بتشهق في اي حته اي شهقه وخلاص. طب ارجع تاني لبسنت الفنانه بقى، اما بيجي لك دور بتقعدي تتحضري ليه ازاي؟ او كمان بتاخدي راي جوزك ولا لا؟ انت بتاخدي قرار وبعدين تقولي له بص انا خدت قرار تعالى نقرا بقى مع بعض السيناريو، ولا بتشاركيه من البدايه؟ لا انا بشاركه من البدايه. برافو والله. يعني انا بقول له انا قريت حاجه سريعه وتتلخص في 1 2 3، انت ايه رايك؟ باخد رايه من هو مش في المجال خالص، هو بعيد تماما عن بعيدا. اه ما انا عارفه. فانا باخد رايه، ايه رايك في كذا، نعمل كذا، لا مش كذا. في حاجات ساعات هو بيحسها يقول لي لا الكلام ده فيه ايحاءات مش لطيفه او حاجه مش هتنفع. بتسمعي بقى كلامه ولا بتدخله في ديبيت بقى وخناقه لو في حاجه حاسه ان انا عايزه اتناقش بتناقش. بس انا على قد ما بقدر بعمل اللي يرضيه. يعني هو برضو بيبقى بحكم ان هو مجال شغله وراجل وبيبقى عارفه في حاجات. بس والله جوزك غلط يعني، ما يعني ما شاء الله انت يعني ربنا يستر بعد الحلقه دي نبخر ونخمس عشان يعني كل الستات هتقعد لك انا عايزين من ده يعني. ما هو مش كل حاجه بيوافق عليها. انا بقول لك اهو في حاجات بيوافق وفي حاجات ما بيوافقش، بيبقى ليه وجهه نظر فيها. وبتبقى صح مثلا بعد ما العمل يتعمل وانت ما عملتهوش وتعرض بتحسي ان هو ايه ده يعني هو فعلا كان عنده حق. لان الورق بيبقى باين من البدايه، ممكن كلمه عاديه يقول لي لا الايحاء بتاعها مش لطيف او مش مريح، تيجي تتفرجي على العمل اه تلاقي ان هو كده. انا بس عايزه اشوف نشوف الرز بقى اتشرب يعني اتشرب قرب يتشرب خلاص. ممكن اوضته لك لو انت هو قرب يتشرب. اكتر حاجه واجهتيها من ساعه ما دخلتي المجال الفني يعني اكبر تحدي واجهتيه كان ايه؟ هو مش قصه تحدي على قد ما قصه ان احنا لسه متقلي عايزه تشرب عايز تشرب سنه كمان. احنا بس عشان عايزين نقول حاجه، احنا عاملين اوريدي نسخه جاهزه اهي صح. أيوة. بس ده رز ابيض عادي، ده رز ابيض عادي، ده بال هو نفس تسويه الرز. هو ما فرقش عنه كتير. بس التريك ان انت حطيتي فلفل اسمر، حطيتي والبصل يا جماعه احنا ما ادنالوش اي لون خالص في الحياه، وحطينا الماجي ودي على حسب الرغبه بقى، تحطي مثلا مكعب نص. انا مش بحب التوابل كتير. اوكي فهماني. طيب بس انت اكتر دور نفسها تعمله اللي هو الله انا نفسي يعني انا مثلا انا طول عمري بحب البرامج الاجتماعيه والنسائيه والرجاله والستات والخناقات والحاجات دي. أوكي. اكتر دور انت اللي هو يا انا لا الدور ده لو جه حتى لو هو مش زي يعني مش شبه شخصيتك خالص ايه؟ والله نفسي اعمل دور سايكوباتي يعني ابقى واحده مريضه نفسيا كده عارفه الحاجات دي نفسي قوي. سفاح يعني. مش لازم تبقي سفاحه بس ممكن تبقي لا يعني انت مش متزن نفسيا، الحاجه وعكسها في نفس الوقت. انت حد مش متزن نفسيا عندك ايوه. ما اكترهم الناس دي في حياتنا دلوقتي الصراحه يعني. بس حد يبقى فعلا اللي هو محتاج يروح مستشفى نفسيه وعصبيه يعني حد في ادوارك. ممكن لو حاجه جات لك شبه كده ممكن تعملي كده وتنزلي وتروحي وتقعدي مع دكاتره ومع مرضى طبعا بجد. طب والله برافو. مش مشكله. ما هو اصل انا هعمل الدور ازاي من غير ما ابقى فاهمه وسائله وعارفه يعني. بسم الله. طب في حاجه قريب لباسانت ولا لسه؟ في ان شاء الله قريب بس دور عادي يعني ما فيهوش حاجه سايكوباتيه او كده، حاجه عاديه. هو الدور ان انا يعني مش عايزه احرقه بس انا واحده طالعه شريره برضه ايه يا ماما انا عايزه اوطي النار يعني دي يا دوبك يعني دي بالنسبه لي اسرع اكله نشوحها كده حتى نشويها يعني. بس انا بالنسبه لي في البيت بقى لا بنشف بقى الميه اكتر من طبعا كده. بنشفها بس الصوص ده يبقى حلو مع الرز هيبقى تحفه هيبقى خطير هيبقى حلو قوي. بس انا في البيت عندي لا بنشفها اكتر شويه بيبقى فيها دوب صوص بسيط قوي من البصل بقى والزبده والحاجات اللي انت حطاها فيها دي. اوكي طب ما تيجي نبتدي نغرف كده ونعمل يلا بينا نغرف يلا بسم الله. يعني حتى لو الرز هنعتبره او هنتخيل ان هو استوى واي كاننا واي كان انت سامعه عثمان في الايربيس يا عثمان واي كاننا واي كاننا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بس تسلم ايدك الف هنا. هي لو عايزه سوا بقى انتوا بعد الحلقه كملوا سوا. لا هي استوت على فكره خلاص هي الفراخ دي استوت في يعني ناس خلاص. بتحبها مش لا يعني انا حاسه ان هي خلاص مهريه في ناس لا ما وصلتش درجه الهري بس في ناس بتحبها ايه لا يعني ناشفه سنه على كده يعني عن كده في هي بصي يعني تبقى كل واحد وذوقه. ادي شكل الفراخ حلو بسم الله.
يا سلام. بص بص على حبيبي ده. طيب احنا انا هعمل كل حاجه عشان ايه؟ عشان استاذ حسام عايزنا نحطه الناحيه الثانيه عشان مع الحاجات الجاهزه كده. ونشيل ده. الفراخ يا جماعه ريحتها تجنن. وانا خلي بالك انا من عشاق الفراخ اصلا، يعني انا بحب الفراخ جدا. نشيل ده، طلعي بقى خلاص. واحنا كده اوكي، بس هو ايه يعني عشان محدش يقول لي الرز مش لا لا خلاص، ما احنا عشان بس للاسف وقت يستوي. الفقره انا بس هوريكم شكله بيبقى عامل ازاي عشان للاسف بس هو وقت الفقره هو اللي حكينا. بصوا الفراخ يا جماعه، معلش يا استاذ حسام النبي، شكل الفراخ كده، حلاوه الفراخ تاني. الله افتحي نفسي كمان، افتحي نفسي كمان والله. لا طب والله بصي على السكرين شكل الفراخ عامله ازاي، جامده جدا والله. برافو عليا، والله برافو عليكي فعلا. بصوا يا جماعه انا مش طبيخه قوي يعني، بس يعني لا بس والله. طب انت اتعلمتي الطبخ في قد ايه؟ كام شهر قعدت اجرب واعمل وكل مره. انت ما قلتليش بسرعه على موضوع ال قولي لي اسمه ايه اللي انت قلتيه، رز معمر ازاي؟ صعب ازاي الرز المعمر ده؟ في طريقتين. يا اما هتجيبي رز وتغسليه ماشي وتنقعيه في شويه ميه حلو اوكي، وبعدين انقعيه مثلا نص ساعه تمام، وبعدين حطيه في طاجن مدهون زبده وحطي الرز او سمنه وات ايفر بقى، ونقطه زيت عشان تلمع الرز اوكي، وحطي الرز وحطي معاه مثلا على حسب حجم الطاجن بقى وكميه الرز، نص كوبايه شوربه مثلا وكوبايه لبن اوكي دافي او سخن وات ايفر زي ما انت عايزه، خليها دافي. وبتحطي لو ما عندكيش شوربه طبعا ماجي على ميه سخنه وبتقلبيه، وبعدين بتدخليه الفرن. انت ما عندكيش قشطه دلوقتي ممكن قبل ما تدخليه الفرن تحطي كوبايه زبادي على الوش. ما بتحطيش لحمه جوه؟ بتحطي لحمه جوه، ده انت لو انت عايزاها ساده. اللحمه تبقى لحمه مسلوقه طبعا وعامله شوربتها، فانت بتاخدي الشوربه اوريدي تحطيها. بس برافو، اصل خلي بالك صعب يعني. لا خالص والله الموضوع طلع سهل. انا مره عملته كان عندي رز بايت اوكي، فقلت حرام انا مش هرميه يعني، كوبايه رز بايته بحالها رز ابيض عادي. رحت حاطه الرز ورز كده مستوي، وحاطه الزبده وما احتجتش احط شوربه لان الرز مستوي. لو عايزه تحطي شوربه تدي مثلا ربع كوبايه تدي طعم اوكي، وحطيت اللبن بتاعي وحطيت القشطه فوق الوش. ما عندكيش قشطه حطي كوبايه زبادي. والله العظيم انت خطيره في الفرن، والله العظيم انت فن، انت حتى في المطبخ فنانه. بس انت بجد انت نورتينا والله العظيم بجد انت نورتينا وشرفتينا ومستنيين ادوارك اللي جايه ان شاء الله, الله. بإذن الله. وتسلم ايدك وهندوق ونقول. بس هو باين يعني الجو بيبان من العنوان. بس انتوا بقى سووا لا لا. بس انا هستاذنك بقى نشيل الغطا ده نحطه كده هنا علشان بس كده نمسح. نورتينا وشرفتينا يا بسبوس. حياتي انا اللي متشكره ليكم، والف هنا وشفا حبيبتي يا بسبوس. طيب يا رب حلقه النهارده تكون عجبت حضراتكم، ويعني انا بنصحكم ان انتوا تجربوا اكله سهله جدا في الصيف والحر. احنا ما بنبقاش عايزين نقف في المطبخ كتير خالص، احنا بجد هي ربع ساعه خلصنا كل حاجه. يا رب حلقتنا تكون عجبت حضراتكم النهارده، نشوفكم على الف خير في حلقه جديده من حلقات هو هنا. باي باي.